بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.